20 مرة. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كما زعما كانت العادة مقاطعة عين الشق ومشاركة مع مجموعة من الأندية والجمعيات كيخلدوا الاحتفال بهذه الذكرى اللي صراحة راه المرأة نصف المجتمع. ومشكورين الجمعيات والنادي الرجاء الرياضي اللي كينظم هذا الدوري اليوم اللي دوري في المستوى وكاين عنده عناصر، واللي كيشرفني اكثر انه اغلبيه اعضاء المكتب ديالو نساء. بغيت نقول للمراه المغربيه ان المراه المغربيه راهي نصف المجتمع بطبيعه الحال، والمراه هي اساس التربيه واساس البيت واساس العمل. يعني المراه المغربيه هي الام، هي المراه العامله، هي الاخت، هي الزوجه، هي الابنه، هي الصديقة، هي الرفيقة. يعني كنقول كل عام وأنتن بألف ألف ألف خير، والله ينصر سيدنا وينصر الدولة المغربية ويحفظها من كل ما هو سوء، والمرأة المغربية. وشكراً.